كابتن احمد مبروك. شفت ازاي المباراه وشفت نادي الزمالك الشوط الاول والشوط الثاني؟ هو انا كنت سعيد وانا قاعد بتفرج على الماتش. يعني انا ما كنتش اتصور ان التحول الفني ده يحصل في الثلاث ايام دول. فرق ده راجع ليه يا كابتن؟ تخلصوا من حاله النشوه بتاعه الكونفدراليه وابتدوا يركزوا في الدوري وعارفين ان مهم جدا النتائج بتاعه ماتشات الدوري. بيلعبوا فرقه برضو لا احترامها وتقديرها صحيح، ولكن هم النهارده لعبوا بشكل كويس. الزمالك نازل من اول دقيقه يكسب على فكره، بيبان من اول دقيقه. فطبعا انا يعني كنت سعيد، بقول لك وانا بتفرج على الاداء، وسعدت اكتر بشكل غير طبيعي بالجول الاولاني. الجول الاولاني تقريبا اتنقل اكتر من حوالي 17 18 نقله صحيح، وفي الاخر بيجي بشكل ثلاثي جميل جدا. فالنهارده كان في طبلوهات رائعه، ببارك طبعا للاداره والجمهور واللعيبه والجهاز الفني. وده الزمالك الطبيعي اللي احنا عايزينه في الفتره اللي جايه، او ده الزمالك اللي كنا بعد الكونفدراليه كنا بنتمناه ونأمله. لكن حصل الدروب ده، طبعا كل شيء موجود في كره القدم، المهم ان احنا نتعلم ونحاول نستفيد، وده اللي حصل النهارده. مباراه من الناحيه الفنيه جيده، وبتصل لحاله جيده جدا. في بعض اللاعبين كانوا متفوقين على نفسهم في الملعب النهارده، وده شيء جيد جدا وايجابي جدا.